زينب، بعد ما تابعنا سيرة حياتها لصباح رح ننتقل لفقرتنا التالية، وحرصا على الاطلاع ومواكبة كل ما هو جديد في عالم الطب لم تتوقف رغم ظروف الحرب على سوريا، المؤتمرات والندوات العلمية. فقد عقد المؤتمر السنوي 12 للرابطة السورية لأمراض جهاز الهضم والتغذية عند الأطفال. للاطلاع على هالمؤتمر وأهم المحاور معنا الدكتور جابر محمود، أخصائي هضم وتغذية عند الأطفال في مشفى الأطفال الجامعي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح فيك. النور لك ولكل مشاهدينا الكرام، أهلا أهلا وسهلا وسهلا فيكم. أسعد صباحك دكتور جابر. صباحك بداية بالخير. خلينا نحكي عن المؤتمر بشكل عام يلي عقد، وشلون كان دورك فيه؟ مثل ما تفضلتي، المؤتمر هو المؤتمر الثاني عشر للرابطة السورية لأمراض جهاز الهضم والتغذية عند الأطفال. عقد هالمؤتمر برعاية كريمة من السيد نقيب أطباء سوريا، عقد في العام هذا في مدينة دمشق في الدمروز على مدار يومين الأربعاء والخميس. هالمؤتمر سنويا هو يعرف، يعني كل سنة نحن بنعقد هالمؤتمر كرابطة، نحن وزملائنا بالرابطة بمدينة من مدن سوريا الحبيبة. بلشت طبعا عودة هالمؤتمرات هي مثل ما ذكرتي، طبعا دليل عودة الأمن والأمان لبلدنا الحبيب بفضل سواعد الجيش والقوات المسلحة ودماء الشهداء، طبعا الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. نحن بدورنا كأطباء عم نواكب النواحي العلمية الخدمية بالمشافي. فالمؤتمر عقد على مدار يومين الأربعاء والخميس. المؤتمر كان بيشمل أربع محاور، باليوم الأول محورين واليوم الثاني محورين. المحور الأول كان في محور عن التهابات الكبد عند الأطفال، التهاب الكبد سي. شارك بالمؤتمر نخبة من الأساتذة في الجامعات السورية والمشافي الصحي في الصحة ووزارة التعليم العالي. قدمت محاضرات نوعية لا شك عن هذا المرض، كيفية التعامل معه، أساليب الوقاية قدر الإمكان. طبعا هذا المرض بيصيب الأطفال وبيصيب الكبار، وللأسف بينتهي بتشمع كبد بالنهاية. فكانت المحاضرات عم تتوجه نبحث نشوف نحد من هالإصابة هي لأطفالنا. هي الجلسة الأولى. الجلسة الثانية كان فيها متفرقات، قدمت أنا محاضرة عن الداء الزلاقي، دراسة علمية سويناها بمشفى الأطفال. قدم أيضا محاضرة عن القلس المعدي المريئي، وأيضا عن التغذية في الأمراض الكلوية والأمراض الاستقلابية وتغذية أطفال العناية المشددة. باليوم الثاني استكمل المؤتمر بمحورين. المحور الأول كان فيه أيضا جلسة عن مشاكل الامتصاص، التحسس البروتين حليب البقر، الداء الليفي الكيسي، وما يحدث لدى الأطفال، كيفية التعامل من الناحية الهضمية. يعني كانت كل المحاضرات هي بتصب في الواقع في نعرف الجديد الأبديت اللي عم يصير بطب الأطفال، نقدمه للأطباء الأطفال العاملين بعياداتهم والممارسين وحتى أطباء الدراسات العليا. نعم. آخر جلسة طبعا كانت عن البداني في المؤتمر، وبتعرفي البداني مرض العصر، قدم فيها سبب معلومات لكثير أمراض. يمكن دكتور خلينا نحكي شوية يعني بعيدا عن المؤتمر، كمان كان لك محاضرة خاصة عم تحكي فيها عن مرض الزلاقي، ركزت عليه وهو شيء بيتعلق يمكن بأمراض الهضم أو التغذية عند الأطفال. تمام. خلينا نحكي شو هالمرض، أسبابه، وأعطينا لمحة عنه. اوكي، مثل ما تفضلتي، الداء الزلاقي قدمت محاضره عن الداء الزلاقي. الداء الزلاقي بالتعريف هو اعتلال معوي، مشكله بتصيب الامعاء ناتجه عن تحسس لماده الجلوتين الموجوده ببعض الاغذيه كالقمح والشعير والشوفان. هلا هالمشكله هي بتصير عند الاطفال وممكن تصير عند الكبار، تحدث عندما يتم ادخال هذه الماده الى الطفل ضمن برنامج التغذيه، يعني بالعمر 6 شهور فما بعد. لما تدخل هالماده هي عند بعض الاطفال بيتحسسوا لهالماده، لما تصير الحساسيه عند هالاطفال بيصير مشكله على مستوى الامعاء الدقيقة، ويبطل الجسم يمتص المغذيات الدقيقة، وبالتالي بيصير عند الطفل فشل نمو، بيصير عنده إسهال، بيصير عنده تطبل بطن، يعني بيكبر بطنه كثير وما حد ينمو، ما هو مثل أقرانه. في الواقع هالمشكلة موجودة عالميا، أكثر شيء بأوروبا ولكن موجودة في بلادنا. طبعا من 6-1 على 100,000 ولادة. والناس دكتور عفوا، الناس أو الأمهات عم تقدر تشوف هالمشكلة، تراقبها، تروح عند الطبيب المختص؟ هلا هني مجرد عم يشكوا فيها، بيزيد وزنه، بيضل عنده إسهال وأقياء، وما نمو، ما عم يكون مثل غيره، عم يراجعونا سوى للمشافي وللعيادات. نحن من التحاليل الخاصه بنكشف هالمرض هذا. هالمرض لتشخيصه يحتاج بشكل اساسي للخزعه، خزعه ما عم نساويها عندنا بمشفى الاطفال وبمشافي الخاصه. طبعا الخزعه بتحدد لي وجود ضمور على مستوى الامعاء القريبه. هالضمور هذا مع تحاليل مخبريه ثانيه بتاكد اصابه الداء الزلاقي عند الطفل. طبعا للاسف لما يتاكد اصابه المرض، نحن طفلنا بدنا نحطه على حميه خاصه، حميه شوي مزعجه، شوي ثقيله، ولكن للاسف هذا العلاج الوحيد. هذا رح نحكي عنه دكتور. حكينا عن الداء الزلاقي وبيصيب الأطفال، حتى في حالات بيصيب فيها الكبار، ولكن الطفل كونه
بيرضع يعني من امه او بياخذ حليب في الكبد، يعني بيضل تماما شوية. يعني بياخذ حليب احيانا بودره ما بيكون في حليب للام، هذه مشكله كثير كبيره، كيف ممكن حلها؟ يعني هلا لا مشكله بالحليب، هلا الطفل تحسس الحليب مرض اخر مختلف تماما. هلا تحسس بالداء الزلاقي هو تحسس للقمح للجلوتين، بس يعني يمنع القمح بكل اشكاله سواء النشا اللي بندخله على الاكل الثاني، حتى الحلويات، حتى الجاتو، حتى بعض الطبخات ممنوع يمنع منعا باتا القمح عند الاطفال. ما الحل؟ بندخل لهم نشا ثاني هو نشا الذره والارز، يعني النشا ما بيعمل حساسيه. طبعا هون للاسف بده يعيش مع هالمشكله طول العمر. هلا طبعا في مخابز خاصة موجودة بدمشق وبكل سوريا وبكل العالم بتنتج، طبعا ما رح نحرم الطفل خبز ذرة تماما، خبز ذرة وحتى الحلويات الخاصة سواء الكاتو والبوظة وما شابه، كل هي موجودة بنشا بعيدا عن نشا القمح، بنحذفه مشان ما يبقى الحساسية موجودة، لأنه المحصلة سيدتي لازم هذا الطفل يرجع للمجتمع بنمو وتطور وذكاء وحياة طبيعية. هلا إذا التزم بالحمية لا مشكلة أبدا، يعيش حياة مثالية، حياة طبيعية. هلا أما إذا ما التزم بالحمية هون المشكلة بتصير. طبعا المشكلة انه ممكن الام تقتنع بالحمية سنة سنتين، عم تحس الطفل عم يستجيب للحمية وما يكبر، بس بعدين بتمل، تحس انه الطفل ممكن ياخذ له هون بسكوتي هون، يعني ما تقدر تضبط الطفل بشكل كثير كبير، هون بتصير المشكلة. لما يرجع يدخل الجلوتين او يدخل المادة المحسسة للطفل، عم ترجع الأذية تصير عند الطفل، وبالتالي الطفل كل الأعراض عم تصير عنده، وهون بتصير المشاكل، تأخر النمو، تأخر فشل النمو اللي احنا بنسميه قيصر القامة او حدوث الإقياء والإسهال. والنقطة اللي بدي أوجهها هون الخطورة، أنه لما الأم تحمي هذا الطفل المثبت تشخيصه بالداء الزلاقي ويرجعوا لاحقا يدخلوا له هالمنتجات اللي حكينا عنها، منتجات القمح، هون هي عادة تحمل خطورة كبيرة للطفل، ممكن يصير عنده تسرطم على مستوى الأمعاء. فهي نصيحة اللي عم يسمعونا الأمهات، أنه المرضى الداء الزلاقي يا ريت لما نشخصه بشكل دقيق الحمية تكون دائمة مدى الحياة. مثل ما حكيت الحمية مزعجة بس للاسف يعني هي حاميه للحياه وحافظه للامعاء، والحمد لله انه في معيضات موجوده ومتوفره بكل سهوله، يعني بده يتعود عليها الطفل. نعم دكتور، في علاجات اخرى ممكن تكون دوائيه او توصل للجراحه بخصوص داء الزلاقي، يعني اذا الواحد ما اتبع الحميه؟ الحقيقه علاج جراحي ما في، هو مرض يتعلق باليه الامتصاص، لانه بيصير ضمور على مستوى الذغابات المعويه اللي هي بتمتص الغذاء اللي احنا بناكله. يعني هي لها علاقه بالنمو، لها علاقه بالمناعه، بمناعه الانسان. يعني اي مرض ممكن يصير ياخذه اذا صار معه داء زلاقي؟ عفوا السؤال، اي مرض ممكن ينتقل للطفل بسهوله اذا صار معه داء زلاقي؟ لا 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 ابدا ابدا، تحسس معزول فقط للجلوتين. نعم. تحسس فقط معزول للجلوتين. نعم. هلا قد يترافق مع امراض مناعيه اخرى او لا، هذا امر مختلف. نعم. هلا علاج دوائي صريح ما في، ولكن نحن بنعطي الفيتامينات اللي بتنشط هذا الطفل. نعم. بنحاول قرب قدر الامكان وضع الطفل لوضع الطفل الطبيعي، الفيتامينات اللي ممكن يتاثر امتصاصها نحن ممكن نقدم له للطفل، ونراقب الطفل بنمو بالعياده وبالمشافي بشكل عام. نعم، يعني دكتور مثل ما تفضلت حكيت انه الداء الزلاقي بيصيب الطفل من عمر الست شهور. تمام، وبيترافق حتى معه حتى السنتين. تمام، حتى السنتين، يعني الحميه حتكون مو حتى السنتين، مدى الحياه. تمام، الحميه مدى الحياه، ولكن بين الست شهور والسنتين. تمام. هون الاهل ببلشوا يطعموا اطفالهم. تماما، يعني فيهم يدخلوا مثلا شوية قمح، يعني بس يكبر شوي الولد، ايه حريري مثل ما عم نشوف. تماما، ايه. هلا بتصير المشاكل هون بهالمرحله هي، هلا قبل الست شهور الطفل عم يعتمد كليا على الارضاع على الوالدي، هون ما بتصير مشاكل الا اذا في تحسسات من نمط اخر بنحكي فيها لاحقا، بس نحن بالداء الزلاقي اللي هو تحسس بروتين القمح او الجليادين في الواقع يحدث بعد الست شهور اللي هي مرحله ادخال التغذيه لاطفالنا. دكتور، طب شو الجديد اللي طرحته من خلال المحاضره بخصوص هذا الداء؟ مثل ما بتعرفي انه بمشفى الاطفال احنا في عندنا ابحاث علميه بنسويها دائما، مشفى اكاديمي بوزاره التعليم العالي. في الواقع انا قدمت رؤيه جديده للداء الزلاقي، انه هلا بتشخيص الداء الزلاقي عالميا كل سنه سنتين بتطلع لنا موضه جديده بالتشخيص. هلا اخر موضه كانت الترانس جلوتاميناز، معيار مخبري في الواقع لحسم تشخيص الداء الزلاقي استنادا الى الخزعه، بوجود الخزعه. هلا احنا لاحظنا بمشفى الاطفال من المرضى اللي عم يراجعونا خلال 7-8 سنين انه بعض الحالات لها مواصفات معينه، يعني مميزات معينة عند أطفالنا، ممكن نستغنى عن إجراء التحليل ماديا لأنه هذا التحليل مكلف ماديا. فمن هالدراسات نحن اللي عم نقدمها بمراكز وزارة التعليم العالي نحن ممكن ننشرها عالميا، ممكن تتوسع ويتساوى أبحاث ثانية، بغية تعديل نقاط التشخيص، يعني بغية قدر الإمكان نوفر ماديا على الأهل وحتى على الدولة بشكل عام. نعم. يعني أحيانا نحن عم نساوي تحليل ما عطانا أي قيمة مضافة في التشخيص، في نقاط معينة بتوجهنا أنه هذا التحليل ما عاد له ضرورة،
فقدمنا دراسة بها الموضوع هذا يتعلق بالداء الزلاقي في مواصفات معينة لبعض المرضى، إذا شفناها ممكن نحن نتوجه للداء الزلاقي بطريقة سريعة بعيدا عن يعني ما نستهلك كثير تحاليل مخبرية. محصلة الأبحاث هي في الواقع سواء بأمراض الهضم ولا أي مرض آخر هي قدر الإمكان سرعة التشخيص وتوفير الجهد المادي. تعرفي مجتمعنا مجتمع تقني، مجتمع متقني، يعني عم يسارع الزمن، فبدنا نحن نسارع شو عم يصير جديد بكل دول العالم ونمشي فيه. إذا غاية البحث هي كانت رؤية جديدة للداء الزلاقي، ملاحظات عم نقدمها بها المرض، دراسة سويت في سوريا في مشفى الأطفال إن شاء الله ممكن تشوفها بأماكن أخرى، ودراسات مقاربة أيضا ومقارنة بمراكز أخرى. يعني الغاية هو الفائدة للعالم بشكل عام ولأطفال المجتمع السوري أيضا بشكل خاص. دكتور، إقامة هيك مؤتمرات قديش بيساعد وبيساهم بتبادل الخبرات أيضا ببحث بكل شيء هو جديد، وبرأيك ممكن يتلاقى علاج للداء الزلاقي أو غيره من الأمراض؟ هلا هذا متروك للأمل، الأمل موجود، ولكن يعني مبدئيا هي الرؤية حول الداء الزلاقي، علاج سريع المدى ما في. بالنسبة مثل ما ذكرتي للمؤتمرات طبعا لا شك هي قيمة مضافة من الناحية العلمية وأهمية كبيرة كثير، لأنه في الواقع هي عم نحط نحن بالمعلومات اللي عم يشوفوها الأطباء الممارسين والعاملين بعياداتهم، ما يشوفوا الابديت، ما يشوفوا الامور الحديثه بالطب في الواقع، طبعا عم يطبقوها على اطفالنا. ومثل ما حكيت يعني اي شيء عم يصير جديد هو الغايه نحن خدمه اطفالنا كمجتمع بشكل عام وخدمه الطفوله. طبعا هالمعلومات هي من خلال المؤتمرات، من خلال تواجدهم، عم تترجم على ارض الواقع في صعيد عملي، في صعيد ممارسي يومي. دكتور، يمكن عم يصير في تبادل خبرات ايضا من خلال اللقاء مع الاطباء من محافظات أخرى وأحياناً من بلدان غربية أيضاً عم يكون في اجتماعات. خلينا نحكي كمان عن الجديد، العلاجات اللي انطرحت بهذا المؤتمر عن أمراض التغذية والهضم عند الأطفال. تمام، قلتي هلا ايام زمان قبل الازمه كنا نحن بهيك مؤتمرات كثير اساتذه نجيبهم من برا، طبعا برعايه الشركات الطبيه مشكوره هي عم تساعدنا بهالجهد هذا. هلا بلشنا نرجع شوي شوي، وان شاء الله الايام الجاي المؤتمرات الجاي بتكون المشاركه اوسع. هلا موضوع المعالجات طبعا كان في رؤيه للبداني بالمؤتمر، هو مرض العصر مثل ما قال الدكتور تحت الهواء. بتعرفي طبعا للاسف هلا بجوز بالازمه يفكروا العالم انه لازم يكون في عندنا سوء تغذيه، والحقيقه بنشوف العكس البداني. يعني الطفل عم بفسخ الأون يمكن؟ الطفل يعني بين الوجبه والوجبه عم ياخذ وجبه، ايده على التاب او اللابتوب او الكمبيوتر وعم ياكل، فبنشوفها كثير للاسف. دكتور يعني مو يمكن بتنوع الوجبات انه ضروري، شو هي الوجبه اذا كانت صحيه؟ هلا هي المشكله اخطاء التغذيه سيدتي، اخطاء التغذيه اللي عم تصير، يعني الام عم يعني ما عم تلاحظ شو عم ياكل الطفل بظروف انشغاله خارج البيت، ما في كنترول دقيق. للاسف امر اخر هو البوفيه احنا بنشوفه بالمدارس، يعني مثلا كل حصه او كل فرصه الطفل عم يشتري طبعا سواء اكياس الشيبس وغيرها، وهي واقع وجبات سريعه الامتصاص وفيها كم كبير من الكالوري اضافه الى ضررها كمصبغات كمواد صباغيه اخرى. طبعا يفترض يكون في تقييد لهالامور هي، نحن ممكن مع الزمن نرفع توصيه، نلاقي صيغه مشتركه نخفف من هالمشتريات. دكتور، ما فينا نمنع الطفل انه يشتري شيبس وكولا وهدول القصص. نحن بنرفع توصيه، بس في جهات معينه مسؤوله على الموضوع لما يحسوا المشكله هي صارت جديه وخطيره، لانه مثل ما بتعرفي البداني لها اختلاطات كثير كبيره، سواء على الضغط، سواء على تطور الطفل وحتى على بلوغ الطفل. يعني مرض عصر والطفل من بداية الصغر إصاب بالبداني معناتها مشكلة، الاختلاطات رح ترافقه طول العمر، موضوع ليس بهالبساطة هي. ايضا بالمؤتمر تم الحديث عن التهاب الكبد سي، طبعا واقع هالمشكله هي جديه، رؤيه جديده للمعالجه، كيفيه التشخيص، وضع نقاط. طبعا احنا بكل مؤتمر بالنهايه بنطلع بخلاصه بتوصيات بنعممها لكل الاطباء الممارسين بغيه ايجاد قواعد مشتركه وتجديد هالقواعد سنويا، يعني شو عم يصير بالطب بسوريا كواقع عملي باشراف نقابه الاطباء ايضا في سوريا. تمام، يعني دكتور بدنا منك نصيحة أخيرة لكل يلي عم يتابعنا وخاصة الأمهات يلي تابعوا حضرتك، كيف بدنا نعزز ثقافة التغذية وخصوصي عند الأمهات ليقدروا يتجنبوا هيك أمراض لأطفالهم؟ هلا أول توصية أنا بتمنى ما ندخل شيء للطفل كتغذية قبل الست شهور، أول ست شهور فقط تغذية صرفي، حليب إرضاع والدي فقط، بعض الحالات الخاصة الأم بتحسن ترضع، أما عدا عن ذلك إرضاع والدي صرف.
هلا بعد 6 شهور في برامج تغذيه نحن بنعطيها للامهات لاطعام اطفالهم سواء بالعيادات ولا بالمشافي. لما تلاحظ الام طبعا اي اعراض عند ادخال التغذيه بتراجع الطبيب، والطبيب بيقرر اذا في مشكله ولا لا عن طريق اجراء التحاليل المعينه. بالداء الزلاقي للاسف الحميه مدى الحياه ما يملوا الاهل، ما يملوا لانه بالنهايه لما يشوفوا ابنهم كبير وناضج ومثل بدهم اياه افضل ما لا سمح الله تصير معه مشاكل اورام ويتاخر تطوره ويتاخر نموه. يعني الشغله شغله زمن، تعود الانسان بيتعود على وضعيه معينه، بس مثل ما حكيت بيرجع طبيعي فعال ضمن المجتمع. الداء الزلاقي اذا رجاء ما يكسروا الحميه دون استشاره الطبيب، في حالات معينه الطبيب بيقرر كسر الحميه ولا لا. واهم شيء يمكن دكتور دائما اطلاع الطبيب المختص على كل الحالات ودائما بشكل دوري حتى فعلا الاهل ما يملوا مثل ما قلت. شكرا لكل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وان شاء الله ثقافه او التوعيه ثقافه التغذيه عند الطفل تتعمم بشكل اوسع. شكرا لوجودك. شكرا لكم. شكرا، يعطيكم العافيه. شكرا لوجودك معنا. زينب هلا رح ننتقل للقاهره مع